ما كان في كيمستري صراحة، واضح بحب وضوحه، مش انه كرهنا بعض لا. مرحبا واهلا وسهلا فيكم على قناتي. موضوع الفيديو رح يكون كذا شغلة ما بتعرفون عني، خليكم معي وتابعوا الفيديو للاخير. بحكيكم بموضوع له علاقة بدروبينج ويت، يلي عم بيقعدوا بالبيت كتير، يلي عم ياكلوا كتير، يعني انا واحدة منهم. انا شخص بلتهي كتير بالاكل، فبس حط وزن زيادة دايما بلحق، يعني بركي بصير بعمل روتين اقدر نزله. بهيدا الوضع بهيدي البانداميك اللي احنا فيها ما عندنا شيء، انا شخصيا يعني بحكي عن حالي، ما عندنا شيء يمكن نعمله بالبيت اكثر شيء، لانه حجرين حالنا وعازلين حالنا، الا يمكن الاكل والتي في والاكل والشغل اونلاين والاكل. عن نفسي يعني انا شخص كثير بيلتهي بالاكل وكثير بيتجر وبيسلي حاله بالاكل. قررت انه بركي بدون ما اشترك بولا جيم يغير من جوا، بدون ما عوز اي شيء من برا يقدر يخليني اوصل لنتيجه، يعني راح اعتمد على كل اللي عندي بالبيت، كل اللي موجود، بدون ما اشتري شيء، بدون ما ادفع مصاري برا، بدون ما اشتري بالجيم، واثبت لحالي بركي انه بقدر انا اتغير بدون مساعده خارجيه، يعني من اي حدا، من اي طرف، من اي مؤسسه. هلا بعرف انه ما حدا فينا في يعمل هالشيء على طول، لانه اوقات بده استشاريه، اوقات بده حدا يقدر يساعده، اوقات بده نوتريشنست او دكتورز يتابعوا معه. طبيعي انا من يعني 10 سنين تقريبا لهلا كثير كنت تابع هذا الموضوع، كثير اقرا عنه ارتكلز، كل الاكله بعرف كيف شو مصدرها، بعرف قديش فيها سعرات، بعرف شو فيها فيتامينز، بعرف اذا بتضر او بتفيد الناس اللي عندهم حاله معينه مثلا مرضيه معينه. فانا ماني خبيره اكيد، ديسكليمر، يعني انا ماني خبيره وما لي علاقه يعني بالخبره بالجماني اخذ الشيء اللي فيها، بس انا بناء على تجربتي الشخصيه بناء على تجربتي الشخصية والخاصة بقدر يمكن للصبايا اللي عندهم شوية مشكلة بالديسبلين مثلي أنا، لأنه يعني أنا كثير شخص أوقات ميال لأني ما بكون ديسبلين، بس بمحلات تانية لا بضغط على حالي وبصير كثير بلتزم وبصير ديسبلين لدرجة إنه فيني أوصل يعني للي بدي إياه بطريقة فيها كونسستنسي كثير، ما صعبة أبدا، أنا مرهقة، أنا بدي أوصل لنتيجة إنه تكون واقعية، تتطبق بدون ما نقول لحالنا آخر النهار أنا محروم أو أنا متضايق أو أنا مزعوج، عم بعمل إفورت زيادة، لا رح تكون كثير فيها إفورت متوسط، ماشي فيها ما رح تكون قاسية، ما رح تكون مستحيلة، صار لي ماشي بالبروجرام أنا هيدا لهلا أسبوعين، أوريدي نزلت 2.7 كيلو، ما أعمل إفورت زيادة أو كثير أعمل جهد على حالي، أنا عم حط كل التفاصيل على الإنستغرام ستوريز تبعولي، إنستغرام لينك تحت، إذا حبيتوا تتابعوا أنا كيف عم أمشي هذا البروجرام، تابعوا معي وتابعوا الفيديو الأخير اللي رح أعمله عن هذا الموضوع لأني وثقت كل شيء من الأول لحديت الآخر. أوكي رح نبلش الفيديو اليوم ب أوكي. أنا ما حلمي كان لا أطلع رسامة ولا أطلع مهندسة كمبيوتر مثل ما أنا هلا، كان حلمي إنه أطلع مهندسة أرشيتكتور. رحت على الجامعة مشان كان عمري 20 مشان أعمل كونكور، كنت تاني سنة جامعة بالعلوم، قلت له للمدير إنه بليز بدي أعمل كونكور أرشيتكتور، قال لي فولنا وكذا، قال لي ما عندنا محل، أصلاً كنت قطعت أنا يومين عن وقت الديدلاين تبعت الكونكور، حرام يعني ما حس حاله إنه حس حاله بلا ما أروح أنا مضلي ديني يعني. قال لي إذا بدك اعملي كونكور رسم بعد عنا عم ناخذ لسا، كانوا 8 المقدمين وبعد إنه أوكي فوتي اعملي كونكور رسم، قلت أنا يعني ما حأرجع هلا مثل ما رحتي مثل ما جيتي، فرحت عملت كونكور رسم وعتلاني هم كنت بعد الكونكور إنه يمكن أسقط وبركي بسقط، صرعته لبابا إنه أنا بدي أسقط وأكيد حأسقط، وقال لي يا بابا أنت بدك تسقطي يعني حتجنيني، إنه كنت أرسم حلو، فقال لي منين بدك تسقطي؟ تذكر وقتها طلعت الأولى على الكونكور و كثير كنت يعني فرحانه قد الدنيا، مع انه ذات وزنت ماي مين تشويس، بعمل شغلتين شيء بحبه وشيء بحبه اكثر، فقلت انه امشي بالطريق مثلا يقولوا هيدي البنايه ساميه عملتها، هيدي كنت بحب اقول انه انا هي انا البنايه انا عملتها، انه انا مصممتها وانا رسمتها، انا فيني ارسم على ورقه وتطلع البنايه. واز هيوج فور مي. I've met my mom once. شفتها I was 21. قابلتها مرة واحدة، قابلت اخواتي الأربعة لمرة واحدة، وما كان في كيمستري صراحة، مش إنه كرهنا بعض، لا، أهلي انفصلوا وأنا صغيرة كثير، فما كنت بعرفها من قبل، بس كثير ناس بفكروا إنه هيدي it's an issue for me which is not. ما كان في هيدي الحاجة لأني أحس حالي في شيء ناقصني، ولما قابلتها مشان هيك يمكن لما قابلتها حسيت إنه ما في شيء كان ناقص وتعبت. ما بيعني الموضوع شيء لا سلبا ولا ايجابا،
I don't think إنه بعني لا سالفة ولا إشي ما بيسكن لبنان يعني يعني ما أنا كتير بعيدة بس ما في يعني الكيمياء تبعتي ما إيش على الكيمياء تبعتها هيك بيقولوا exactly ما شغلة لا ما فت على مدرسة كل حياتي تعلمت بالبيت من أنا وطفلة يعني لحديت الجامعة سجلت بمدرسة بس ما رحت عليها ولا مرة أهلي اللي علموني أهلي اللي درسوني وعلموني لغات وعلموني ماث وكل شيء هو الساينس كله تعلمته منهم ورحت بعدين قدمت البروفي رسمي وقدمت بعدين بكالوريا رسمي I have no friends ما بعرف حدا غريب برات البيت وما كنا نطلع كتير من البيت لأنه ما كان في شيء لحد يطلع كرميله كنا كان بالتسعينات يعني أنا مواليد 87 ديسمبر 87 فيا أوكي أنا كتير بحبه لدونالد ترامب بحبه لأنه شخص هيك straight forward و up front وواضح بحب وضوحه regardless عن أي موضوع regardless عن أي موضوع له علاقة بالسياسة الخارجية بتصرفه هو ببلده أنا منار أنا American بس أنا I love his character بيعرف شو بده كتير straight forward بغض النظر إذا هو اللي عم بيعمله وافق عليه أو لا I admire his character أنا شخص كتير 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 competitive حدا ربح علي بشي أو خسرت قدام حدا زعل اكتئاب يعني بزعل منه ما حتى يحكيني خلص خسرت انا خسرت بلعبه تشاس هي لعبتي المفضله ما كنت مركزه وش بزعل من حالي كثير واذا مثلا خسرت مسابقه رسم لطيف شو بنقهر كثير كومبتيتيف وكثير هالشيء غلط بس ما بقدر اخلص منه يعني بتسبدني وبضل بحاول ما اخسر فيها مره ثانيه او ارجع احاول اربح فيها بلاقي هذا الشيء ايجابي يمكن لانه عودني انه صابر على الشغله مشان تطلع معي مش انه اقول اوكي خسرت لا انا احط براسي شغله ونفذها يمكن اكثر شيء أنا شخص إذا بتحطوا له 5 كيلو 7 كيلو حلو قدامه بيطلع فيه وهو قاعد تركنا رجعين من ضنية أو فنايدق رفيقي جاب لي حيلة الرزق أو حيلة الجبن من يوم ذكرى 3 كيلو بذكر وقتها أنا نزلت فيهم أنه أهلي ما كتير بيأكلوا حلو يعني حدا بده يا جماعة ما أوكي طلعت فيهم كلهم يعني أكلتهم بس ما للأمانة ما كنت لم فضيلة متعشية فأكلتهم كلياتهم على فرد عادي 3 كيلو of whatever that was لأنه كان كتير طيب كتير بيأكل حلو أول مرة بحمل فيها تليفون كنت عمري 24 سنة كان سوني أريكسون E250i يمكن كتير هيك كان هيك ثن وناعم وفضي لونه It wasn't a smartphone ما كان فيه لا تاتش ولا شيء وقتها كنا نكبس ال 500 كبسة تبعت عرفتوا هي تك 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 لنصل للآي تك 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 لنصل للجي راحت أيام وكل شيء فيه أصوات بالحياة هلا طلعت راحت قيمه ضلوا معي يعني و I still have it لهلا بس نفخت البطارية صارت هيك بقى صار خلص عمري 11 سنة أو 12 سنة أقل شوي طلعت غنية اسمها Show me the meaning of being lonely هاي غنية لباك ستريت بويز قديمين شوي بس وقتها كانوا جديد على MTV كل ما تطلع الغنية شو ما كنت عم بعمل اترك اللي بإيدي واطلع اركض احضر احنا ما كان عنا وقتها كتير مجال انه CD أو شي يعني هاد هيك a simple childhood وصلت معي لحالي انه انا كنت بدي اروح على امريكا حلمي اني اروح على امريكا وقابلهم اتصور حدهم كان حلمي قد ايه انا هبلة استعملوا لايك للفيديو سبسكرايب للشانل وتابعوني على السوشيال ميديا اكاونت بحط لكم اللينكات تحت بالدسكربشن وبليز اكتبوا لي كومنت شو بتحبوا تشوفوا next